السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بصمار سعيد تاجر بسوق الجملة للخضر والفواكه بمدينة الدار البيضاء الكبرى. أنا كاين من 1 أكتوبر 1985 كان عندنا محل في المارشي القديم، من المارشي القديم حولونا هنا. أنا خديت هذا المحل كنخلصوا المستحقات والواجبات ديال الدولة كاملة. كاين 250 محل تجاري بسوق الجملة، كاين 250 محل تجاري وكاين 20 مربع وكاين الباركينات وكاين المرفق تقريبا واحد 30 هكتار اللي كاينه بسوق الجمله. هاد الاداره السوق كاينه شي مستحقات ولكن مستحقات بسيطه بالنسبه لي انا، بسيطه. انا اقل واحد في سوق الجمله وكاين رقم المعاملات ديال وكيل المداخيل، يمكن لكم ديروا تحقيق. انا كنطالب التحقيق نشوف واش انا اكثر من هاد الناس ولا انا اقل من هاد الناس، وعلاش تعفس عليا انا، علاش تعفس عليا على هاد المجازة وجا دار ليها السدور؟ واش عنده شي حكم قضائي ولا عنده شي قرار ديال المحكمه؟ الا عنده شي حاجه يجيبها لي، يبينها لي، يبلغها لي، يشمع المحل. هو عسوده يعني تعفس عليا. وهاد المحلات ديال الجماعه الحضاريه ديال الدار البيضاء، ماشي ديال الشركه التنميه المحليه. الشركه التنميه المحليه جات في 2017، جات في 2015، وهذا المدير الحالي جا في 2017. يعني جات تعفس علينا، يعني كنستنكر هاد الشيء اللي دار هاد المحل هذا. وباش اش من قوه واش من قانون باش دار هاد المحلات تعفس عليه؟ يعني التجار ما والو ولا الشركه التنميه هي اللي كتحكم؟ واش هي جات شركه تنميه محليه واش باش كتنمي المداخل وباش كتنمي التجار وباش كتنمي، ولا باش كتصيفط تشرد عباد الله؟ دابا انت معتصم هنايا. انا معتصم هنا، غادي نعيد هنا ان شاء الله تيفوت العيد الكبير، لان الجماعه اللي خصها تحمينا حنا، لان دوك اللي منتخبين عليهم هما اللي خصهم يجوا يلحقونا، يشوفوا اشنا هي، اشنا هو بيننا وبين الشركه التنميه. شحال هذه المده وانت خدام هنايا؟ هذه المده تقريبا 40 عام وانا هنا، 40 عام وانا كنخلص. يعني خلصت هذه المجازة، خلصتها بدوبل، خلصت ثلاثه المواكز ولا اربعه اللي خلصت انا في هذه المجازة. انا خلصت اربعه المواكز في هذه المجازة، يعني خصهم دابا يدعموني، خصهم يعطوني لانتريت ديالي انا. وشحال هذه المده ما خلصتيش؟ المده ما خلصت تقريبا، هذه كان قديم هذا الشيء، ملي كان سوق الجمله، ملي كانوا الماكز ما بغاهم حتى واحد، ملي حولونا من المارشي، ماشي حولونا حنا جينا لهم صحه، ما بغيناش نجيو لهم لهذا المارشي هذا، الماكز ما بغاو الناس سمحوا فيهم. يعني في هذه العشره هذه، هذه العشره تقريبا من هذا الكارو هذا، راه باقيين عج الناس اللي مولاهم اصليين هنا، جوج الناس اللي باقيين مستحملين هذا الكرا وهذا العشر وهذا الشارج ديال سميتو. دابا كاينه كورونا، كاين الجائحة، كاين سميتو، كاين الحرب، كاين الجفاف، كاين الغلاء، يعني المازوت غالي، كل شيء غالي، الناس راه في أزمة. وجا هذا المدير زاد الأزمة، يعني قال لك غادي نحيد التجار، غنحيد المارشي، ما فهمتش هذا المستهلك البيضاوي من اللي غادي ياكل. وعلاش كيتعفس علينا؟ علاش كيدير لنا هذا الشيء؟ شنو هو الطلب ديالكم؟ الطلب ديالي عطيته جوج في جوج، يعني أنا كنخلص، ماشي بحال شي ناس ما كيخلصوش. والناس حل لهم المحلات كاملين الا انا اللي سد لي المحل، يعني بنعرفوا علاش تعفس عليا وعلاش سد لي هذا المحل. وكيدير متاجر، هو راه كيكري متاجر، راه داير الباركينات، راه عاطيهم الشركات كيكروا فيهم الخاوي، داير شركات بدون مقر، يعني شركات كيديروا الخاوي ودايرين فروته ودايرين ديال البناء وحاطين الشيكات طابعين العشر، ما فهمتش فين حاطين الشيكات الوكيل المداخل وشادهم. يعني هذا الشيء راه تعسف كبير بزاف. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. اليوم 24، عيونكم التي لا تنام.